السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله يا جماعة فيديو مهم جدا جدا جدا، وفيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على سورة قصيرة من قصار سور القرآن الكريم. هذه السورة بفضل الله عز وجل انصحكم ان انتم تقرؤوها في اخر يوم من شهر شعبان، وانتظروا بإذن الله البشارات والمعجزات اللي هتملأ حياتكم كلها واللي هتستمر معاكم طوال العام وطوال حياتكم ان شاء الله. طبعا هذه السورة العظيمة يا جماعة من قرأها بإذن الله اولا يحبه الله عز وجل، فاذا كنت تريد محبة الله عز وجل فعليك بترديد وقراءة هذه السورة، وانك ترددها بإذن الله. انصحكم زي ما قلت لكم ترددوها في اليوم الاخير من شعبان. طيب هل في دليل يا عبد الله ان من يقرأ هذه السورة القصيرة يحبه الله عز وجل؟ طبعا يا جماعة في دليل. فاولا الدليل الاول ان في قصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث رجلا في سرية، فكان هذا الرجل كل ما بيصلي بالصحابة كان على طول دايما بيردد هذه السورة، يعني بيقرأ هذه السورة كثيرا بشكل كتير. فالصحابة استغربوا من الموضوع فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوه لأي يصنع ذلك، يعني سألوه بيعمل كده ليه. فأول ما راحوا سألوه، شوفوا يا جماعة هذا الرجل قال إيه، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة قالوا له وراحوا له وقالوا له الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه، يعني قولوا له أو أخبروه أن ربنا بيحبه. كذلك برضو في قصة تانية أن هناك شخص أيضا كان بيداوم عليها كثيرا، فالنبي سأله وقال له وأنت ليه بتداوم أو بتقرأ السورة دي كتير؟ فهو قال له عشان أنا بحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى؟ قال له أنت حبك ليها أو حبها أدخلك الجنة. يعني ده معنى إيه؟ معنى أن اللي يحب هذه السورة ويداوم على قراءة هذه السورة قد تكون سبحان الله هذه السورة سببا في دخوله الجنة. بالتالي أنا بكلمك على سورة معجزة، سورة مذهلة، سورة فيها من الكرامات والفوائد والأسرار ما لا تتخيله. يعني هذه السورة أيضا يا جماعة بتعدل ثلث القرآن، يعني تخيل أنت بتعدل ثلث القرآن في الثواب. يعني ده مش معناه ان هي بتغني عن قراءة ثلث القرآن، لا اقرأ القرآن، ولكن ده معناه ان هي في الثواب بتعدل ثلث القرآن يا جماعة. سورة مذهلة، سورة استمر النبي صلى الله عليه وسلم على مداومتها يوميا، فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم اما يستمر على قراءة هذه السورة يوميا. عشان كده العلماء كانوا يقولوا ايه؟ العلماء كانوا بيقولوا عن هذه السورة ان من اراد ان يحبه الرحمن وان يدخله جنة الرضوان وان يعصمه الله من الشيطان وان يزداد من الهدى والايمان فليكثر من قراءة هذه السورة. فشوفوا يا جماعة السورة لها فوائد وثمرات كتيرة جدا، ولو بإذن الله قرأتها في اليوم الأخير بإذن الله من شعبان انتظر بإذن الله ما لا تتخيله من معجزات وفوائد هتحصل لك، وبإذن الله هتجيلي على الفيديو ده وهتدعيلي من الثمرات اللي انت هتشوفها بإذن الله في حياتك. طيب ايه هي السورة يا عبدالله شوقتنا، وطبق الفائدة دي ازاي في آخر يوم من شعبان؟ هبدأ ان شاء الله يا حبايب قلبي في ذكر اسم السورة وتفاصيل الفايدة ونطبق الفايدة دي ازاي اصلا. بس قبل ما ابدأ اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي في التعليقات دعوة حلوة بالتوفيق، ولو عندك استفسار اكتب لي ان شاء الله وهرد عليك. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل ان شاء الله. طبعا السورة اللي هنتكلم عليها يا جماعة هي سورة الإخلاص. هذه السورة سورة عظيمة جدا، هذه السورة تضمنت كل انواع التوحيد. هذه السورة من الفوائد اللي هتحصل للشخص اللي هيداوم عليها وهيقرأها بإذن الله وهيطبقها بإذن الله بهذه الطريقة، اولا ان شاء الله جلب الرزق والمال ومحو الفقر بفضل الله عز وجل من حياتك ان شاء الله بإذن الله. هذه السورة من اسرارها ومن فوائدها ان اللي بيقرأها او اللي بيستمر على قراءتها بتفيد جدا في جلب الرزق ومحو الفقر بإذن الله من حياته. يعني لو انت شخص بتعاني من اي مشكلة في المال او اي ازمة في موضوع الفلوس عموما، عايز تتخلص من هذه المشاكل الخاصة بالمال، فعليك بفعل وهذه الفائدة وترديد هذه السورة، فهي ليها الثمرة في جلب الرزق والمال وزوال او علاج الفقر. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي بيقرأ هذه السورة على باب منزله بعض الفقر عن اهل هذا المنزل والجيران. يعني مش بس هيبعد الفقر عن اهل المنزل بس، ولكن هيتسع ليشمل الجيران. شوف السورة دي لها ثمرات وفوائد ازاي. وعلى فكرة يا جماعة ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي بيقرأ هذه السورة ويتمها 10 مرات بني له قصر في الجنة. فشوف الثمرات،
وشايف العدد 10 مرات ليه سر على فكرة. وعلى فكرة يا جماعة الأعداد بيبقى ليها بعض الأسرار على فكرة، بس طبعا الأعداد اللي هي بتبقى موثقة اللي هي من حساب الجمل، أعداد واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة عن بعض الصالحين. بالتالي أول ثمرة هتعود على الشخص إن شاء الله، الله هيردد هذه الصورة وهيطبق هذه الفائدة بإذن الله، جلب الرزق ومحو الفقر إن شاء الله. من الثمرات أيضا الخاصة بهذه الفائدة يا جماعة هي قضاء الحاجات وتحقيق الأمنيات. يعني إن شاء الله بإذن الله لو أنت عندك حاجة من الحاجات أو أمنية من الأمنيات أو هدف من الأهداف، وبص وركز معايا جدا، يبدو ليك هذا الهدف انه مستحيل توصله او مستحيل ان انت تحقق هذا الهدف، ابشر باذن الله بقراءتك لهذه السورة وتطبيقك لهذه الفائدة ان شاء الله حاجتك ان شاء الله تتحقق. وانصحك نصيحة ان انت بعد ما تطبق الفائدة دي، لو انت في نيتك حاجة او حاجات او اهداف، ادعو الله تعالى بما تريد وبما تتمنى، وابشر باذن الله مهما كان الشيء اللي انت تتمناه ان شاء الله هذا الشيء سيتحقق باذن الله. طب هل في دليل يا عبد الله ان الدعاء بعد هذه السوره او الدعاء بهذه السوره بيكون سبب في قضاء الحوائج؟ اقول لك طبعا في دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه راى رجل، وكان هذا الرجل جالس ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك بانك انت لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما راه قال: لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. عشان كده بعض العلماء كانوا بيقولوا ان الصورة دي الدعاء بعدها من الممكن ان هو سبحان الله يخليك مستجاب الدعوه، يعني يخليك سبحان الله دعائك او الشيء اللي انت بتدعو بها الله عز وجل يستجاب. عشان كده يا جماعه انا دايما بقول ان والله العظيم بجد انا لما بنزل فيديو او بنزل فيديو عن فوائد او كده، انا كاني بكلم اخواتي وببقى امين جدا في نقل المعلومه. يعني لما اجي اقول لك الصورة دي بتفيد في كذا وربنا يشهد على كلامي، انا ببقى جايب لك المعلومه دي اما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما بتجربه صادقه من بعض الصالحين، او بتجربه من بعض الناس اللي طبقوا هذه الصوره وتحقق معهم المراد اللي هم عايزينه او الشيء اللي هم عايزينه. كذلك من ثمرات هذه الصوره يا جماعه هي التحصين والعلاج للازمات والمشاكل. يعني مثلا لو في شخص حاسس ان هو مصاب بحسد، او حاسس او متاكد ان هو مصاب بسحر او مصاب بمس، فالصوره دي يا جماعه عظيمه جدا في علاج المس والسحر والحسد، وايضا علاج المشاكل والازمات النفسيه. يعني مثلا لو شخص عنده اكتئاب او شخص بيواجه بعض الازمات والمشاكل النفسيه، فانصحه ايضا بتطبيق هذه الفائده. وكفايه يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يقرا هذه السوره، كان بينفث على يده ثم يمسح بها على جسده. طيب الفائده دي عبد الله طبقها ازاي؟ طبعا انت بتيجي في اليوم الاخير من شعبان، يعني انت بتيجي في اخر يوم من شعبان وبتبدا او بتقوم باذن الله بفعل هذه الفائده. طيب باجي في اخر يوم من شعبان يا عبد الله في اي وقت من الاوقات ولا اشترط وقت معين، هقول لك عندك من ليله اليوم الاخير من شعبان لحد ليله رمضان. يعني ها تعالى في اليوم الاخير من شعبان في اي وقت من الاوقات، لا يشترط وقت معين من الاوقات، تعالى في اي وقت من الاوقات وطبق فيه وافعل فيه هذه الفائده. طيب بطبق الفائده دي ازاي يا عبد الله؟ كل اللي بطلبه منك ان شاء الله ان انت بتجلس وبتبقى متوجه للقبله. واول حاجه بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرا سوره الاخلاص 10 مرات. بتقرأ سورة الإخلاص كم مرة؟ 10 مرات. بعد ما تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنيجي للخطوة الثانية إن شاء الله، وهي إن أنت بتقول هذا الاسم وهو من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم الله القادر. بتقول يا قادر 336 مرة. واسم الله عز وجل القادر أي أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فالله عز وجل هو القادر على ان هو ينولك مرادك او ينولك هدفك او ينولك الشيء اللي انت بتتمناه او الشيء اللي انت عايزه. فبالتالي بتقول يا قادر 336 مره. وعلى فكره يا جماعه حساب الجمل اسم الله عز وجل القادر في حساب الجمل عدده 336، عشان بس الناس اللي بتسال عن الاعداد او اسرار الاعداد. وعلى فكره بعض المشايخ والعارفين كانوا بيداوموا جدا على حساب الجمل في ذكر الله عز وجل، يعني مثلا كان مثلا اسم الله عز وجل اللطيف 129 كانوا بيداوموا عليه بهذا العدد. تمام، لكن طبعا لاجل الامانه هقول لك ان العدد مش الزامي قوي، يعني لو انت اتلخبطت في العدد عادي ان شاء الله الفائده هتنجح. تمام، فبالتالي بتقول يا قادر 336 مره. بعد كده ان شاء الله يا جماعه بنيجي لثالث خطوه ان شاء الله في هذا الورد، وهو باذن الله ان انت تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغه 100 مره، والصيغه هي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بعد كده يا جماعه بنيجي لاخر خطوه في الفايده، وهي اللي احنا بنختم بيها الفايده خالص، وهي ان انت هتقول الدعاء العظيم ده مره واحده بس. والدعاء اللي انت هتقوله مره واحده بس هو: اللهم تقبل منا شعبان وسلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا
وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، وأنت تقبلنا في شعبان ورمضان وسائر العام. اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وعلانية وأنت ناظر إلي. اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له. اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. ده الدعاء بإذن الله اللي انتوا هتقولوه مرة واحدة بس، وطبعا التفاصيل بخطوات الفايدة يا حبايب قلبي كلها في صندوق الوصف، يعني انت لو بصيت صندوق الوصف هتلاقيني كاتب لك كل الخطوات وكل التفاصيل بتاعة الفايدة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.